قال رئيس هيئة السكة الحديد إن تم إعلان حالة الطوارئ والاستعداد القصوى طوال أيام العيد مع إلغاء أجازات القيادات بما فيها رئيس الهيئة لمتابعة انتظام حركة القطارات والحرص على تقديم خدمة للمسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، مع استمرار تكثيف إجراءات التفتيش بالمحطات وأمام شبابيك التذاكر لمنع تسرب التذاكر إلى السوق السوداء. ونروح نشوف التقرير ونرجع تاني مع أولى ضيوفنا وضيفاتنا لهذه الحلقة. هيكون معنا الأستاذة الدكتورة آمنة نصير بعد فاصل قصير، وطبعا بدون تعريفات طويلة لأنها علم وغنية عن التعريف. نروح بسرعة علشان ما نتأخرش عليها أكتر. تفضل. هي وسيلة المواصلات الرئيسية لكثير من المصريين في حالات السفر، وخاصة في أوقات المناسبات والعطلات الرسمية. تعد السكك الحديدية هي الوسيلة الأأمن والأفضل سعرا لكثير من المسافرين، ولكن مع زيادة الطلب عليها مع قرب قدوم عيد الفطر المبارك، ما هي الاستعدادات التي تتخذها الهيئة من أجل تيسير عملية الانتقالات من المحافظات إلى بعضها؟ الهيئة مستعدة تماما لعيد الفطر المبارك ب15 قطار إضافي. القطارات الإضافية ابتدت تنزل بعد ما يعني جدول التشغيل تقريبا انتهى، التذاكر بتاعته بتنزل اليوم بيومه في تاريخ السفر. الناس الحمد لله اللي ملقوش التذاكر في جدول التشغيل هيبتدوا يلاقوا في القطارات الإضافية، وتم إضافة عربيات على تركيبة القطار. لم يلاحظ أي تأخر في مواعيد القطارات رغم الاستخدام المتزايد لها، فمستخدمي السكك الحديدية من محافظات الوجه البحري كانت لديهم بعض المشاكل. القطارات في مواعيدها مظبوطة، بس بالنسبة لحجز القطارات واجهت مشكلتين كبار جدا. أول حاجة لما بدخل على النت واجي أحجز البيانات مش كاملة، بيقول لي بدخل بياناتي صحيحة بس بيقول لي بيانات غير مكتملة، معرفش ايه السبب. تاني حاجه بدخل الديبت بتاعي بتاع الفيزا مش عاوز يعمل البين كود بتاعي لارسال الرقم عشان احجز. لما باجي احجز عن طريق الانترنت لازم يخليني اقطع في المحافظه اللي بعدها، ما ينفعش اقطع لمراكز. يعني دلوقتي مثلا نازل مركز الملاوي، ما ينفعش اقطع للملاوي نفسها مع الانترنت، لازم اقطع لاسيوط. ده بيكلفني في التذكره الواحده 23 جنيه زيادة على كل تذكرة لوحدها. على الجانب الآخر نجد أن الانتظار لدى مستخدمي القطارات من محافظات الوجه القبلي هو الحل الوحيد أمامهم، الأمر الذي يجعل للسوق السوداء رأيا آخر. فقانون العرض والطلب هو صاحب الكلمة الرئيسية في عملية الحصول على تذكرة السفر في ظل طوابير انتظار مترامية الأبعاد. في سوق سوداء شغالة تمام. زي ما انت شايف حضرتك انا مش بتكلم. في كمان مشكله مهمه جدا عايزين ناخد بالنا منها، هي مشكله القطر الجديد. القطر الجديد خدمته كويسه لكن سعره بقى الدبل، بقى يضاعف. طب ليه؟ يعني عشان خاطر اخد تكييف محترم اقدر ان انا اوطي التكييف مثلا لما اطلب من الفني بتاع التكييف اقدر اوطيه، او اضاءه محترمه او حمام محترم عشان اخد الخدمه دي ادفع الضعف. طب ما في ناس غلابه محتاجه خدمه نظيفه وخدمه محترمه بدون ما هي تدفع الضعف. رغم الاستعدادات من قبل هيئه السكك الحديديه لذروه الاستخدام في الاعياد وما يسبقها من بضعه ايام، الا ان الازمه ما زالت قائمه، ويبقى تكثيف منابع السوق السوداء هو الحل الجذري لهذه الازمه الموسميه.